طيب نروح بقى لاسطورتنا الاهلاويه النهارده، هنتكلم طبعا عن نجمنا الكبير الكابتن الرائع كابتن مصطفى عبده، طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اللي فات، طبعا صاحب الصوالات والجولات ويمكن من الناس المميزه جدا 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 على مستوى الفني، وليه تاريخ كبير مع النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي بتحبه على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. ده كابتن مصطفى سهام طبعاً. يعني اسطوره طبعاً. كبيره جدا كلنا بنحبه بصراحه، المجري يعني حبيبنا وزميلنا ان شاء الله، واحد من اللي صنعوا تاريخ كبير للنادي الاهلي والمنتخب الوطني. وزي ما كلنا عارفين انه كابتن مصطفى كان مشهور جدا بكثره يعني صناعه الاهداف للكابتن محمود الخطيب، وطبعا عملوا ديو او عملوا ثنائي مرعب، وده يمكن بسبب دقه العرضيات، دقه التمريرات بتاعه المجري، وايضا دقه انهاء بيبو وتسجيل الاهداف بمهاره رائعه. هنشوف التقرير دوت عن الكابتن مصطفى عبده بعد الفاصل، اولى فقراتنا في البيت الكبير. شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التي تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماءهم بفضل الأداء المهاري والرجولي الذي قدموه على مدار تاريخهم داخل المستطيل الأخضر. ومن بين هؤلاء العمالقة مجري القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق مصطفى عبده. ولد مصطفى عبده في 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وانضم لناشئي الأهلي تحت 17 سنة عام 1970، ثم لعب للفريق الأول بعد سنة واحدة، وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبي ودية باستاد مختار التتش، ونجح في إحراز هدفين ليفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. أما على المستوى الرسمي فقد شهد استاد الإسكندرية أول مباراة رسمية لمصطفى عبده مع الأهلي، وكانت في بطولة الدوري العام في شهر أكتوبر عام 1972 أمام الأولمبي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليبدأ المجري رحلة من الإبداع والتألق في قميص المارد الأحمر. قضى نجم الأهلي السابق 17 عاما في الملاعب، وخاض مع الأهلي نحو 300 مباراة سجل خلالها 51 هدفا. وتوج خلال هذا المشوار مع الأهلي ب10 بطولات للدوري، بالإضافة إلى الفوز بكأس مصر 5 مرات، وقارية نال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1 مرة. ومع منتخب مصر سطر مصطفى عبده أعظم الإنجازات بعد أن اختاره المدرب الألماني ديتر كرامر ضمن تشكيلة الفريق الذي خاض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1974 بالقاهرة، ولعب أيضا في بطولات أمم إفريقيا عام 76، 80 و84 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وبعد اعتزال مصطفى عبده اتجه إلى العمل الإعلامي في مجال كرة القدم، فعمل في عدة قنوات رياضية وقدم أكثر من برنامج رياضي.
أما عن سر لقب المجري فقد أطلقه عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي نسبة إلى القطار السريع الذي دخل مصر عام 1967 من دولة المجر، وذلك نظراً لمهاراته العالية وسرعته الفائقة وتمريراته العرضية المتقنة.